السلام عليكم ومرحبا شباب. فيديو جديد وسلسلة جديدة على القناة والتي ستكون موجهة لدعم المطورين وخاصة مطورين ألعاب العرب. لازلت كنت مطور ألعاب ولعبتك في مرحلة متقدمة، يمكنك مراسلتنا وإن شاء الله سنقوم بمراجعتها كما هو الحال مع كليب وورز تي دي، حيث وفر لنا المطور كود للعبة. وبعد تجربة مطولة أحضر إليكم كل ما تحتاج معرفته حول العنوان. وبدون طرف المقدمات أكثر، خلينا نبدأ. تحدثنا عن ألعاب التاور ديفنس، فيوجد قائمة واسعة من العناوين جربت منها الكثير إذ كان خلال مراجعتنا الأسبوعية لمجانية متجر إيبك، أو بعض العناوين نالت إعجابي. ومن بين هذه الألعاب يوجد فقط ثلاثة بالتحديد من أدمنتها وكانت تجربتها ممتازة، وهي كالتالي: بلانت فيا الزومبي، بلون ستيدي، وأورك موستاي. وتعد هذه الثلاث عناوين بالنسبة إلي كمرجعية في عالم ألعاب التاور ديفنس، ودائما ما أجد نفسي أقارنها مع ألعاب أخرى التي جربتها لأعرف هل كانت تجربتها ممتازة أو لا. وهذا ما حصل مع كليب وورز تي دي. ولكن قبل أن نتكلم عن التجربة التي يقدمها، دعنا أولا نتعرف عن ما هي ألعاب التاور ديفنس. ألعاب التاور ديفنس هي نوع فرعي من ألعاب استراتيجي، حيث تضع اللاعب في مهمة الدفاع عن منطقة معينة، ويجب عليه منع الأعداء من الوصول إليها عبر وضع مجموعة من الدفاعات في طريقهم. ويختلف تقديم هذا المفهوم من عنوان لآخر. أما بالنسبة لكيف قدمه كليب وورز تي دي، فكان بطريقة بسيطة جدا. أنت عبر مجموعة من البشر، يجب عليك إيقاف أمواج من الأورك، وهذه هي بالتحديد قصة اللعبة، حيث تعرضت البشرية لهجوم من مخلوقات الأورك ويجب عليك إيقافهم. قصة بسيطة جدا، وهذا هو الغالب على هذا النوع من الألعاب. أما الجانب الأهم فهو الجيم بلاي، خاصة أن ألعاب تاور ديفنس تميز بالتكرار، لهذا يجب دائما على المطور أن يقدم تنوع يمكنه أن يجعل من نفس الميكانيكية خلال كل ساعات اللعب تقدم تجربة ممتعة. لكن للأسف كليب وورز تي دي لم تنجح في ذلك، حيث خلال 6 مراحل التي قدمها في طور الكومباين كانت عبارة عن تكرار. أولا من ناحية الأعداء لا يوجد أي تنوع، وأيضا حتى الأعداء ليس موزعين بشكل جيد، ففي أول 10 دفعات تكون حقا صعبة، لكن في الدفعات الأخيرة يصبح الأمر سهل جدا حتى إذا لم تطور جنودك. وبالنسبة لمسألة تطوير الجنود، هنا أيضا يوجد مشكل في توزيع قطع النقدية التي تحصل عليها من الأعداء جد قليلة، حتى إذا قضيت على كل الأعداء لا يمكنك إلا تطوير جندي أو جنديين. وأيضا من الأشياء التي تحتاج إلى تعديل بأسرع وقت هو إضافة تسريع للأفواج المهاجمة، وأيضا تقليلها خلال المراحل الأولى، حيث 15 فوج من الهجوم في أول مرحلة كثير جدا بطيء وممل. أما المراحل الأخيرة فيوجد 30 فوج مهاجم سيأخذ معك مدة نصف ساعة لإنهائه، وللأسف لا يوجد أي تنوع يمكنه أن يجعل من هذه المدة ممتعة على الأقل. وأيضا في مسألة التعديلات، يجب أيضا تعديل أماكن بعض الأشجار والبنايات أو تعديل مكان وضع الجنود لأنها تحجب ولا يمكنك حتى رؤية أماكن أين تضع جنودك. أما بالنسبة للمرئية والصوتية، لا أريد أن أركز كثيرا على هذا الجانب بما أنها لعبة إندي من تطوير شخص واحد فقط، لكن يبقى يحتاج إلى بعض التحسينات خاصة الصوتيات، لأنها عبارة فقط عن مجموعة من الموسيقى في الخلفية تتغير تلقائيا. وخلاص تجربتنا لكليب وورز تي دي، العنوان قدم تجربة متواضعة جدا، ويوجد مئات من ألعاب التاور ديفنس المجانية أفضل بكثير. وهذا يقودنا إلى سعر العنوان $9، حقا مبالغ فيه. وبهذا السعر يمكنك أن تحصل على أفضل ألعاب هذه الجانرة، وأرى أن يصبح العنوان مجاني على أقل يمكن أن ننصح بتجربته، غير هذا فلا، لا يستحق أي سنتيم مع هذه التجربة التي يقدمها حاليا. وأيضا أحد الأشياء التي أزعجتني أنه لا يوجد أرشيفمنت، على الأقل كان يحمسك لشيء في مقابل تجربة العنوان. وإلى هنا نكون لحقنا الختام حلقتنا لليوم، وإذا كنت مهتم بتطوير الألعاب يمكنك أن تراسلنا وإن شاء الله نوفر مراجعة للعبتك مجانا، أكيد دعما لمطوري الألعاب العرب. وإذا نال ما قدمنا إعجابكم، ألا تنسونا من السبسكرايب واللايك ولا فيديو آخر. استودعكم الله، سلام.